زي ما حضراتكم عارفين في نهارك سعيد في فقرات متنوعه، من ضمن الفقرات من اذا كان من السياسه للاقتصاد للتعليم لكثير من الحاجات الخاصه بالشؤون الاجتماعيه والمجتمع بشكل عام. عندنا فقرات طبعا بتتبنى استعراض المواهب المتميزه. معايا موهبه متميزه النهارده، هو راجل مطرب وبيغني وصوته جميل جدا، وكان واحد من ضمن اللي شاركوا في الاحتفالية الخاصة بالشباب والرياضة، وغنى أمام السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. نسأله شوية ونتعرف عليه أكتر وأكتر، وخصوصا أكيد بيبقى فيه رهبة لما الواحد يبقى واقف قدام الرئيس وبيغني، غير لما يكون واقف بيغني قدام الميكروفون في أي مكان تاني، أكيد بيبقى فيه رهبة مختلفة شوية. خلينا نتكلم ونتعرف أكتر على ضيفي الأستاذ أحمد عاطف. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. ازيك يا أحمد؟ أهلا بحضرتك. نورتنا يا فندم. احمد خلينا نتعرف عليك اكتر كده، وقول لي انت خريج ايه وعملت ايه، يعني اديني فكره عنك شويه. انا اسمي احمد عاطف، انا خريج كليه زراعه جامعه عين شمس، خريج 2016. هي فكره الغنى عندي بدات من وانا صغير، من وانا طفل، يعني كنت الموهبه كانت عندي، اهلي هم اللي اكتشفوها كانت. وبعدين كنت في المدرسه عندي كنت دايما بغني في الاذاعه وكده، فاتنقلت لمرحله تانية، كنت بروح قصر الثقافه عندنا في محافظه بني سويف، وبعدين شويه شويه دخلت الجامعه، وبعدين انضميت لمنتخب كره للجامعه، وبعدين شاركت في مسابقه ابداع دي بتنظمها وزاره الشباب والرياضه، حصلت على المركز الثالث في الانشاد الديني، ومنها رشحوني طبعا لاوركسترا وزاره الشباب والرياضه، ودي اللي انطلقت منها بقى، اللي عملنا منها حفلات للسيد الرئيس رئيس الجمهوريه، وعملنا حفلات تانية كتيره بتاعها وزاره الشباب والرياضه. انت غنيت امام السيد الرئيس مرتين ولا مره؟ مرتين. عملنا احتفاليتين، احتفاليه في شهر 10 اللي فات، احتفاليه اكتوبر، وعملنا احتفاليه تاني تكريم يوم الشهيد في شهر 3 الماضي. انت مطرب في الاوبرا؟ واحنا بنغني في الاوبرا برضه، في الكورال. عندنا حفله في الاوبرا بكره ان شاء الله. والله طيب الحفله دي خليني اديني فكره عنها، اديني فكره. يعني حفله عن تكريم الادباء والشعراء، وهتشارك فيها اوركسترا وزاره الشباب والرياضه. حلوه قوي. ازاي انضميت للاوبرا؟ مش انضميت، هي الفكره كلها ان الاوبرا ممكن تستضيف اوركسترا وزاره الشباب والرياضه، لان هي فرقه ناشئه، يعني قامت من حوالي 3 4 سنين. هي الفكره ان كانت الاوبرا دايما بتشارك في احتفالات الرئاسه والاحتفالات الكبيره، فاحنا انضم ليها اوركسترا وزاره الشباب والرياضه في الاحتفالات الاخيره. فاحنا لما اثبتنا كفاءه وكده واثبتنا اسم يعني لينا اوركسترا وزاره الشباب والرياضه، فبعد كده بقينا نشارك في الاوبرا، وبقينا نشارك في احتفالات الرئاسه، وبقى لينا اسم. طب فيري جود. وقفت على مسرح فين غير الاوبرا وغير الاحتفاليات الخاصه بالرئاسه؟ يعني كان الاوبرا، وكان مسرح الجلاء طبعا اللي هو مسرح الرئاسه، وعملنا حفله تاني في محافظه في شرم الشيخ مع الفنان لطفي وشناق، وعملنا حفله تانية على مسرح وزاره الشباب والرياضه مع الفنان ايمان البحر درويش، وكنا عاملين مؤخرا في مهرجان الشباب العربي الاول للموسيقى العربيه والتراثيه، ده كان بترعاه وزاره الشباب والرياضه، كان على مسرح الوزاره برضو، وكان لينا كان جاي لنا وفود عربيه من دول عربيه، من الامارات ومن البحرين وتونس والمغرب والسودان. كانت احتفاليه جميله قوي، وكان تعارف ما بين الشعوب وبعضها، وحاجه جميله جدا. احمد اكيد لما تقف قدام مسرح عادي قدام الجمهور عادي اكيد في اختلاف شويه، وانت عارف ان اللي واقف بيسمعك وبيتفرج عليك رئيس الجمهوريه، ولا انا غلطان؟ لا طبعا طبعا، الموضوع بيبقى ليه رهبه كبيره طبعا لما يكون قاعد السيد رئيس الجمهوريه والسيد رئيس الوزراء ووزير الدفاع، وبعدين وراهم بقى يعني طبعا كل كبارات البلد، يعني كل خيرات البلد قاعده، فالموضوع شكله فعلا رهيب. بس لما الواحد بيقف على المسرح ويبدا يغني خلاص بينسى كل حاجه، خلاص بتنسى مين واقف فين بتاع، بتركز في صوتك وبتركز في الغنى، بتركز في الجمهور. يعني اجمل حاجه الواحد بيحسس بيها هو تشجيع الجمهور بس وتسقيفه. طب احمد اكيد يعني الناس اللي بتتفرج علينا في نهارك سعيد دلوقتي اكيد عايزين طب يسمعوا صوتك، ممكن نسمع صوتك بعد اذنك؟ اكيد. تحب تغني ايه؟ اغني انت عمري من كل صوت. انت عمري. تمام اتفضل، خلينا تيست كده، تيست صوت. ايوه. الو. ايوه تمام. تمام اتفضل. رجعوني عنيك لأيام اللي راحوا، علمونا ندم على الماضي وجراحه،
واللي شفته قبل ما تشوفك عيني، اللي شفته قبل ما تشوفك عيني، عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا، واللي شفته اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا، عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا، اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا، عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا، انت عمري انت عمري اللي ابتدى بنورك، صباح اللي ابتدى بنورك صباح، انت 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 يا عمري. برافو بجد والله، برافو. اكيد اللي قاعد معانا في قدام الشاشه دلوقتي بيسقف لك والله. احمد، انا عرفت انك انت خريج زراعه، وبعدين ابتديت الموهبه عندك من وانت صغير، تبتدي اهلك يتبنوها وابتديت تروح مراكز، بعد كده انتقلت للاوبرا. ممكن يكون في من المشاهدين نهارك سعيد عندهم ولاد برضو عندهم صوتهم حلو، هل كفايه الموهبه ولا لازم تثقل بالعلم؟ لا، هو لازم تذكر بعلم طبعا. تمام. يعني انا دلوقتي انا بفكر في ان انا ادرس مزيكا دلوقتي. والموهبه ده شيء والدراسه شيء تاني خالص. هل وجودك في الاوبرا ده بيديك تمرين؟ هل بيبقى فيه ارشادات معينه من القاده عندك في الاوبرا؟ هو طبعا احنا بنتعلم ويدونا، بس هي حاجه بتبقى بسيطه مثلا، يعني تصلح للعمل اللي احنا هنعمله او للحفله اللي احنا هنعملها. لكن الدراسه شيء تاني خالص. لما مثلا لو حد مثلا، انا اعرف زمايلي بيخلصوا مثلا الكليات بتاعتهم وبعدين ينضموا لمعهد الموسيقى العربيه. نعم. عشان يعلموا يدخلوا الموهبه دي بالعلم. نعم. هو ده المفروض يكون موجود. احنا عندنا مثلا في الاوركسترا في ناس معانا برضه شباب صغيرين، دول في الكونسيرفتوار، دول بيدرسوا دراسه عاديه العاديه بتاعتهم، وبعد كده الدراسه مزيكا معاهم. فطبعا لازم دراسه المزيكا ده شيء مهم جدا جدا جدا. نعم. انت حاسس انه ممكن يزودك في ايه؟ حاسس ان هو ممكن يخليني اتعلم انا بقول ايه؟ يعني اتعلم مزيكا انا بقول ايه؟ واقرا نوته. هي دي الفكره. يعني مثلا بغني بموهبه، او مثلا الحاجات اللي عندي مثلا ممكن بالخبرات اللي انا خدتها مثلا على الكام سنه اللي انا كنت بغني فيهم. احمد، هل على فكره احنا الشباك اللي معايا على الشاشه ده على فكره احتفاليه خاصه بتطوير التعليم، ده موجود في فندق الماسة حاليا بالاشتراك ما بين جريده الاخبار وجامعه القاهره، و بيحضروا رئيس الوزراء وعلى الهواء مباشرة. أكيد 100% تطوير التعليم هو واحد من أهم الأمور الهامة لتطوير بلدنا. من غير التعليم، من غير الصحة، مش هنلاقي نفسنا بننجز أي حاجة في حياتنا. لازم التعليم، لازم التطوير في التعليم. نتمنى لهذا المؤتمر النجاح ونقدر نوصل لتوصيات هامة. واتمنى كمان زي ما ضيفي قال النهارده في فقره الصحافه صباحا، انه اتمنى ان يكون في شباب صغير بيشارك في هذا المؤتمر. انا مش شايف الحقيقه اذا كان في شباب ولا كله يعني رؤساء يعني. تمام. لا، في شباب طبعا، واعتقد انه هيحصل باذن الله، يعني هيحصل زي ما بيحصل في مؤتمر الشباب مع رئيس الجمهورية لما بيقعد يستمع إلى آرائهم. أتمنى ده يحصل برضه في هذا المؤتمر. نتمنى لهذا المؤتمر كل النجاح والتوفيق للوصول لإزاي نطور التعليم. أكيد في مسؤولية كبيرة جدا عليهم إن هم
يقدروا يبتدوا منين؟ دي حاجة مهمة جدا، إذا كان يبتدوا من الفصل والمدارس وإن احنا نبني مدارس، ولا ممكن يبقى التطوير بيبتدي من المنهج نفسه، ولا كثير من الأمور أكيد هيتناولوها في هذا المؤتمر. هنرجع تاني مع ضيفي الأستاذ أحمد عاطف. أحمد مش عايز أتكلم، خلينا نسمعك تاني. تحب تسمعنا إيه تاني؟ كل ده كان ليه؟ طبعا اتفضل. بس قبل ما تغني، طيب انا بس سؤال صغير، هو امتى الواحد يبتدي يقرر ان هو لازم بقى يغني حاجه خاصه بيه هو، مش هيغني لام كلثوم؟ طبعا عباقره يعني تاريخ وحاجه اهرامات يعني، بس ازاي يبتدي، هتبتدي امتى تفكر في انك تغني حاجه خاصه بيك انت؟ هو اللي يفكر انه يغني حاجه خاصه ليه هو يعني يكون وصل لمرحله ان هو عارف يعني ايه مزيكا، عارف يعني ايه يغني، عارف يعني ايه يمشي على تيمبو، عارف يعني ايه يمسك تون كويس. دي حاجات في المزيكا، لما يعرف يعمل الكلام ده كله يبدا بقى يبني لنفسه. نعم، يعني يكون يتعلم الاول مزيكا بعد كده يبدا يغني لنفسه. احنا لدينا اذان صاغيه، اتفضل حضرتك، عايزين نسمع صوتك. كل ده كان ليه لما شفت عينيك، كل ده كان ليه لما شفت عينيك، حن قلبي إليه وانشغلت عليه، وانشغلت عليه، حن قلبي إليه وانشغلت عليه، وانشغلت عليه، كل ده كان ليه، كان ليه ليه. قال لي كام كلمة يشبهوا النسمة في ليالي الصيف، سابني وفي قلبي شو بيلعب بي وفي خيالي طيف، قال لي كام كلمة يشبهوا النسمة في ليالي الصيف، سابني وفي قلبي شو بيلعب بي وفي خيالي طيف، غاب عني بقاله يومين معرفش حصل لي ايه، نساني انام الليل خلاني ابات اناديه، كل ده كان ليه لما شفت عينيك، حن قلبي إليه وانشغلت عليه، وانشغلت عليه، كل ده كان ليه، كان ليه ليه. ايه الجرعة الجميلة؟ برافو بجد يا احمد، برافو ما شاء الله عليك. حتى يعني المصورين حوالين الكاميرات برضو اندمجوا جدا، وحاله شجن جميل جدا، حلو حاله الشجن دي، حلو حاله الفن ده، حلو ان احنا عمالين في مؤتمر على الهواء دلوقتي بيعالج مشكله الشباب ومشكله التعليم، حلو ان انا عادي فقره كانت النهارده خاصه بان احنا بنعالج مشكله البطاله في مصر، حلو، في تطور جميل جدا. مصر هي نور، نور للعالم كله، ان شاء الله نبقى احسن باذن الله واحسن. استاذ احمد نورتنا وشرفتنا، وكل التوفيق يا رب ليك، وان شاء الله كل ما تعمل خطوه جديده في حياتك في مجال الطرب يعني والغناء ارجوك تعال لنا نستضيفك طبعاً، ونشوف اخر تطوراتك. طبعا شيء يشرفني طبعا، مسعدني، نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. خليك، هنروح لفاصل سريع جدا ونرجع مع زميلتي ريم.